مزيد من لايفات في الجول دوت كوم. ليله جميله بالليالي الدوري المصري، جوال كتير، ماتشات حلوه. ابتدينا النهارده بمباراه الزمالك والجونه. الزمالك يقدر ان هو يسقر من الجونه بعد اللي حصل السنه اللي فاتت ويكسب 2-0، وبعدها الاهلي بيهزم طنطا بخماسيه نظيفه. شهدت بقى ليله تالق كهربا، تسجيله الهدفين، اول هدفين ليه مع الاهلي منذ انتقاله من ديسبورتيفو دا سافاش البرتغالي في يناير الجاري. انا فادي اشرف ومعايا محمد سمير. ازيك يا محمد؟ ازيك يا فايد؟ الحمد لله. هنتكلم النهارده عن اللي حصل في الدوري المصري، عن انطباعاتكم عن الماتشين، ونقرا كومنتاتكم ونشوف ارائكم، وتسمعوا برضو كلام مننا نشوف الدنيا ممكن تبقى ماشيه ازاي. اول حاجه ماتش الزمالك، يعني الزمالك مع كارترون كل ماتش كل ماده، لا واضح ان الفريق بيبقى صلب اكتر وعنده قدره اكتر ان هو يحسم المباريات. حتى مش لازم يكون اداء سوبر او اداء مبهر، ولكن في قدره على الحسم كانت الزمالك مفتقدها حتى مع ميتشو. هو طبعا باين ان الزمالك بيقدر يحسم المباراة، كمان واضح ان هو كارتيرون كل فترة بيعمل مداورة بين اللعيبة، بيقدر ان هو يريح لعيبة ويدفع بجزء تاني، فالزمالك يمكن ثابت في الجزء ده. لكن هو يمكن المشكلة اللي باينة شوية ان هو بعد ما بيسجل اول جون الفريق بيتراجع شوية. كانت مفاجأة النهارده ان بالنسبة لي انا حتى على الاقل ان كارترون يدفع بشيكابالا، لكن شيكابالا كافئه الحقيقة بهدف ماركة شيكابالا، يعني ان هو ياخد الكرة من على الناحية اليمين ويقطم ويحطها بشماله. يعني كانت مفاجأة ليك ان شيكابالا يبدأ النهارده، يعني كان كل الكلام لا ان الطبيعي ونجم وبن شرقي هيكونوا موجودين، ونجم وبن شرقي اوباما الثلاثي اللي يعني متعودين عليه بعد الزمالك، لكن فاجأنا النهارده بشيكابالا. تقييمك لأداء شيكابالا النهارده عامل ازاي؟ طبعا بعد فترة غياب طويلة، لا شيكابالا لعب مباراة كويسة، كمان جاب جون يمكن اديله دفعة قوية جدا، أول جون ليه في الموسم في الدوري، تالت مباراة بيشترك فيها، كان غايب فترة طويلة للإصابة، ممكن يكون دفع ليه كمان مشاركة بعد كده في قدام مازيمبي، قدام بريميرو دي ده أوجوستو. السؤال اللي كنت عايز اقوله لك. فرص شيكابالا في اقتحام يعني التشكيل الاساسي للزمالك، هل شيكابالا عنده، طبعا شيكابالا عنده القدره الفنيه، ما حدش يقدر يتكلم على موهبه شيكابالا، لكن عنده القدره البدنيه انه يقدر يلعب مباريات زي دي، انه يدخل التشكيل الاساسي على حساب اي حد من الثلاثه اللي بيلعبوا ورا مصطفى محمد؟ هو يقدر ان هو يلعب بس ما يقدرش ان هو يكمل الماتش للاخر، يعني بيبان جدا بعد اول ربع ساعه من الشوط الثاني بيبتدي الكيرف ينزل بدنيا، لكن هو يقدر طبعا يلعب الماتشات الجايه ممكن نشوفه، بس اعتقد ان هو ممكن يكون كبديل قدام كبديل، مازيمبي. واظن طبعا هو حل، طبعا لما يكون عندك شيكابالا على الدكه بكل بالظبط. الحلول الفنيه والمهاريه دي طبعا حل مفيد جدا لكارترون. انت شايف تقييمك بقى لكارترون دلوقتي؟ كارترون 3 ماتشات ورا بعض انتصارات في الدوري، 3 كلين شيتس متتاليه، ابو جبل بيعمل اداء رائع الحقيقه. تقييمك لكارترون وفرص الزمالك، يعني حتى تاهله للدور الثمانيه اصبح شبه محسوم، فرص كارترون في الدوري او في دوري الابطال عامله ازاي؟ يمكن هو في دوري الأبطال يعني واضح إن الزمالك يعني يعتبر ناقص له نقطة أو نقطتين نقطتين للتعادل، ففرصه قوية جدا. المباراة الجاية قدام مازيمبي في القاهرة هنا، فالفوز بأي نتيجة يأهل الزمالك رسمي بعيدا عن أي حسابات. لكن هو في الدوري يمكن الفرق نقط لسه كبير، بس طالما رقميا لسه الدنيا موجودة فأكيد ليه فرص. يمكن هو اللي بيصعب المهمة شوية إن الأهلي 11 ماتش 11 فوز، ما وقفش خالص. كارتيرون بيلعب بشكل كويس، بس هو اللعيب اللي كنت بقول لك عليه ان هو بيجي بعد تسجيل الجون بيهدى شوية، بيبتدي الفريق الفريق بيبتدي يرجع بيقعد شوية. يهدى. يمكن الفريق لعب اول ربع ساعة قدام الجونة مثالية، بعد جون شيكابالا الفريق اختفى، ابتدى يظهر على فترات. الشوط التاني لما ابتدى يحس بالخطر الفريق ظهر، يعني معناه ان الفريق نفس موجود. حتى ده السيناريو اللي حصل قدام زيسكو، حتى لو فاكر في مباراة زيسكو ده نفس السيناريو، حتى للزمالك جاب جول في الأول وكان بداية قوية جدا، وبعد كده الريتم قام واقع، وبعد كده قام على الريتم في آخر المباراة وقدر انه يعني يظبط. اعتقد ان هي دي طريقه كارتيرون نفسه، يعني لما كان مع الاهلي كان في مباريات الدوري بيبان ان هو بيلعب على قد الماتش، عايز 3 نقط، بفريق بيسجل بيبتدي يتراجع او بيهدي اللعب زي ما بيتقال. يعني مين اكتر لاعب النهارده جذب نظرك في ماتش الزمالك؟ مين اللي حاسه كان النجم سوبر ستار اللي كان مكسر الدنيا؟ يعني انا بالنسبه لي عندي راي غريب شويه، يعني هو كان شيكابالا لغايه الشوط الاول، في الشوط الثاني يمكن ابتدى مستواه يقل شوية. كمان أوناجمي يعني واضح ان هو ابتدى ياخد ثقة، ابتدى ياخد دفعة، كانت عنده الثقة قليلة جدا، خصوصا ان هو كان بيضيع كتير. ده تاني ماتش على التوالي يسجل، قدام طنطا كان جايب جون في وقت قاتل اتعادلوا بيه، والنهاردة جايب جون برضو من تمريرة يعني كانت كويسة جدا من أوباما. فأعتقد ان هما أكتر 2 لفت نظري في الزمالك. يعني يعني انا بالنسبه لي النهارده ابو جبل، الحقيقه ابو جبل
في مستوى هايل جدا، 4 كلين شيتس ورا بعض في الدوري من ساعه ما حصل على المكان الاساسي من بعد مباراه الزمالك وطلع الجيش اللي اخطا فيها محمد عواد خطا كبير يعني، وكان سبب بشكل او باخر في هزيمه الزمالك في المباراه دي. ابو جبل من نوعيه الحراس الكويسه جدا، ومن نوعيه الحراس اللي كانت دايما مظلومه، لان انا مثلا انا اتفرجت على سموحه السنه اللي فاتت، فعلا سموحه رغم ان هو عمل موسم سيء جدا السنه اللي فاتت، لكن من ضمن الاسباب ان سموحه انهى الدوري في المركز ال 12 كان ابو جبل. لك ان تتخيل ان بدون ابو جبل كان ممكن حال سموحه يكون عامل ازاي. كمان هو لعب 4 ماتشات مع الزمالك، الـ4 في الدوري يعني، ما دخلش فيه ولا جون. الماتش اللي فات دخل فيهم جونين في طنطا، بس اللي كان واقف محمد صبحي. ابو جبل زي ما بتقول مع سموحه كان عامل ماتشات قويه جدا، يمكن حتى افتكر الماتش اللي فات الاهلي وسموحه اللي كان جيرالدو حسمه في الدقيقه 95، كان ابو جبل عامل اداء جيم اسطوري. هايل جدا قدام الاهلي. هو فعلا كان بيلعب بشكل كويس، يمكن هو اول ما جات له فرصه مع تراجع مستوى عواد في الدوري قدر ان هو يمسك فرصه، وتقريبا يعني ما لغايه دلوقتي ما خرجش غير قدام طنطا عشان يريحه لماتش زيسكو في افريقيا. على العموم الزمالك وصل دلوقتي للمركز الثالث 24 نقطة، عنده مباراة أقل من الأهلي، وأقل من الأهلي ب9 نقط. الناحية التانية بقى ماتش الأهلي، الأهلي ابتدى الشوط الأولاني بشكل تجاري أوي، تجاري بحت، والأداء ما اتحسنش غير ممكن نقول مثلا في الدقيقة 80 قدر الأهلي إن هو يحط 4 أجوال ورا بعض، كهربا، أحمد الشيخ، مروان محسن، كهربا، بعد هدف حسين الشحات في الشوط الاول. الاهلي جمهور منقسم لشقين، شق مبسوط جدا بالفوز، اداء بسطه جدا، ومبسوط طبعا بعدد الاهداف الكبير. الاهلي حاطط 33 جول في 11 ماتش، ومعدل 3 جوال في الماتش الواحد في الدوري. لكن الناحيه الثانيه في نوع من القلق، بيقول لك ان في ثغرات واضحه، في مشاكل بتبان في الفريق في الماتشات المنافسه بقى بيبقى اقوى، مع كامل احترامنا لطنطا يعني، ولكن طنطا مش المنافس القوي اللي الاهلي هيلعبه. كمان في مشكله في انهاء الهجمات، في مشكله واضحه قوي في ماتش في دوري ابطال افريقيا. طبعا صعب قوي نقول ان في مشكله في انهاء الهجمات بعد ماتش الاهلي في كسب فيه 5، ولكن على ارض الواقع بعد ما شفنا ماتش بلاتينم ومشاكل الاهلي في دوري ابطال افريقيا، لا في مشكله واضحه في الاهلي. انت من انهي شايف انهي وجهه نظر ارجح من الوجهتين يعني؟ هو جمهور الاهلي بيفكر في بطوله افريقيا، يعني جمهور الاهلي شايف ان 11 ماتش 11 فوز، فريق بيبتعد بالصداره، الطريق قدامه اقرب جدا للدوري عن الموسم اللي فات مثلا، فالتفكير كله رايح لافريقيا. الاهلي الثغرات اللي بتظهر قدام فرق الدوري بتخلي الجمهور خايف في افريقيا، الفريق اللي قدامك لو جاله فرصه او فرصتين من دول ممكن يخلص فيهم ماتش. الاهلي يمكن دفاعيا يمكن ما ظهرش عليه خطوره كبيره قوي النهارده، لكن اول 79 دقيقه كان الاهلي عايز ياخد الـ3 نقط مش اكتر. الـ3 نقط كانوا معايا وكل حاجه، بس الفريق قلقان يعني، الجمهور قلقان، ممكن هجمه مرتده تيجي بجون. الماتش كان ماشي لغايه الدقيقه 79 ان الفريق مرهق من رحله طويله من زيمبابوي، فريق مقدم اداء مش كويس قدام بلاتينيوم، كل تفكيره ان هو ياخد 3 نقط. يمكن تغيير كهربا ومروان محسن احيا شويه الجزء الهجومي، كهربا جايب هدفين وعامل اسيست لمروان محسن، مروان محسن للماتش الثالث على التوالي بيسجل وجايب 4 اجوال في اخر 3 ماتشات. كل ده طبعا بيدي ثقه للعيبه، كهربا لعيب لسه بيبتدي مع الاهلي يديله ثقه، مروان بيسجل للماتش الثالث على التوالي يديله ثقه، كل ده يمكن يدي اللعيبه دفعه قدام الفرق الافريقيه، بس برضو في اجزاء الاهلي محتاج ان هو يركز فيها. جميل، خلينا بقى كده ناخد شويه كومنتات. معظم الكومنتات بقى جمهور الاهلي فرحان بكهربا، جمهور الزمالك طبعا فرحان بفريقه النهارده وفرحان بشيكابالا اللي قدر ان هو يقدم اداء كبير قوي. ناصر الباشا بيسالنا ناصر الباشا بيسالنا هل في مجموعه معلومه عن مهاجم الاهلي؟ المعلومه الاقرب ان اليو باتجي مهاجم رابيد فيينا السويسري هو الاقرب، وربما يعني الموضوع حسم تماما يعني ان هو مهاجم الاهلي القادم. هو مهاجم سنغالي سجل السنه دي 3 اهداف في 15 ماتش تقريبا زي ما انا فاكر، 3 اهداف في 13 ماتش 13 ماتش. هو طبعا كان خيار بعد عديد الخيارات يعني الاهلي وقف قدامها في سوق الانتقالات الحالي، ولكن في نقطه برضو مهمه، سوق انتقالات يناير عاده بيبقى صعب جدا، ما بيبقاش في فريق ممكن يفرط في احد لاعبي النجوم،
والاهلي كمان عنده متطلبات ان هو مثلا ان سوق الاهلي فين، لو نزل يدور في فرق تلعب معاه في دوري ابطال افريقيا سواء بقى في شمال افريقيا او في جنوب القاره، طبعا ده شيء مش هي ودوري الأبطال. لان مش هيلعب مع دوري الابطال، فبالتالي كان التفكير في اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا، ومعظم اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا ما فيش فريق هيديك اللعيب بتاعه وهو النجم، يعني لو هو نجم او مهاجم سوبر زي ما بنقول. فبالتالي كان يبدو ان الحل يعني ان كان ده اسلم حل، يعني ان هو يجيبه اليو باتجي، وهو مازال قريب يعني لسه الاعلان الرسمي قد يكون يعني خلال الايام القليله المقبله. فادي فايز ميخائيل بيقول لي ايه رايك في اداء الاهلي في الشوط الاول؟ طبعا هو اداء يعني زي ما اتكلمنا يعني، وسمير قال ان هو اداء يعني يعتبر اداء تجاري، اداء ما فيهوش المزايا اللي شفناها مع فايلر في السنه الحاليه يعني ساعه ما مسك. ولكن بعض المباريات في الدوري يعني دايما بنتكلم ان الدوري 34 ماتش، مش كل الماتشات هتلعبها باداء سوبر، وفي الاخر الاهلي كسب 5 فبالتالي اكيد جمهوره سعيد النهارده جدا. محمد فرج، الزمالك الملك قدم وقوه، وده بصراحه يعني انا متفق معاه يعني رقميا حتى الأداء مختلف تماما في الفترة اداء الأخيرة مختلف فعلا. سواء في أفريقيا أو في الدوري، يمكن كل ده بيدي دفعة لقدام يعني. الزمالك هل يعني خلينا نقول ان تأهل الزمالك بشكل او بآخر يعني هو تأهل في دوري ابطال افريقيا، انت شايف الزمالك لو لاعب احد عمالقه القاره بقى، يعني عمالقه القاره دول من لعبهم متصدرين المجموعات اللي هم في الوضع الحالي على الاقرب ان هو يكون احدهم الترجي والتاني صن داونز، هل الزمالك بالمستوى الحالي وبوجود مدرب خبير جدا في القاره الافريقيه هل يقدر ان هو يستمر لابعد من دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا؟ لان انا شايف انه يقدر وعنده القدره وعنده المان باور او اللعيبه اللي تقدر تخليه يعمل كده، وعنده المدرب الخبير يعني بغض النظر حتى عن كارترون مع الاهلي، كارترون وصل للنهائي بقايمه كانت منقوصه من لعيبه كتير جدا وكانت قايمه ما كانتش قويه للدرجه. انت رايك في القصه دي؟ هو برضو جزئين يعني، هو توقف رقم واحد على حالة اللعيبة في الفترة دي. الماتش هيكون في آخر فبراير بعد ضغط كبير قوي من مباراة للزمالك. الزمالك هيلعب الإسماعيلي، بعد كده هيلعب الترجي في السوبر الأفريقي، بعديها مباراتين مع الأهلي ورا بعض، بعد مباراتين الأهلي هيلعب مع، لو الزمالك حسم صعوده في المركز التاني هيلعب مع فريق من مجموعة، يعني هيكون متصدر مجموعته. متصدر مجموعة طبعا هتكون حاجة صعبة جدا، مثلا لو لعب صن داونز او الترجي ماتشين ورا بعض، وكان لسه ملاعب الاهلي ماتشين وقبليه ماتش الترجي، كل ده ضغط على اللعيبة. فهو طريقة تعامل كارتيرون مع اللعيبة في الفترة دي هو ده اللي هيختلف جامد. الزمالك طبعا عنده فرصة ان هو يتصدر مجموعة، بس يمكن فرصة صعبة شوية ان هو محتاج يكسب مازيمبي بفارق 3 اهداف 3 اهداف وميدخلش فيه جوان. فطبعا هو رقميا هو الصعود كمركز تاني اسهل، لكن كل حاجه وارده. فهو يعني منافسه مع صن داونز او ترجي بعد مواجهه الترجي والاهلي مرتين دي هتكون صعبه جدا، محتاجه تعامل كبير جدا من الجهاز الفني وعلى راسهم كارتيرون. طبعا محمود جمال كناريا بيسال رايهم الاقرب للرحيل، ازارو ولا جيرالدو؟ الموقف الحالي ان ازارو لسه ما فيش اي عروض مقدمه ليه، اللاعب يعني منتظر يعني قرار الاهلي، ما حدش لسه ابلغه سواء هو او ممثلينه بنيه الاهلي رحيله يعني. الناحيه الثانيه جيرالدو عنده عرض من الصفاقسي التونسي على سبيل الاعاره، جيرالدو شايف ان العرض ماليا مش مجدي بالنسبه له، بلغ وكيله حسب ما علمنا يعني في الجول دوت كوم ان يدور له على عرض يوازي راتبه في الاهلي اللي هو تقريبا 400 او 450 الف دولار سنويا، فبالتالي عايز ياخد مثلا نص المبلغ ده في 6 شهور اللي فاضله من الموسم. محمود فخري بيسالنا جنش هيرجع من الاصابه امتى؟ جنش فعلا رجع من الاصابه وابتدى يتمرن بشكل جماعي مع الفريق، ينتظر يعني الموافقه الفنيه، لكن جنش هيبقى عنده مشكله ومش هينفع يتأيد في افريقيا لان الزمالك عنده مكان واحد مقعد بس، مقعد واحد بس، ومن الاقرب انه يكون لكابونجو كاسونجو، ومحليا يقدر يشارك بدون مشكله يعني. احمد السيد بيقول ما تنسوش كميه الاصابات والغيابات اللي في الاهلي، ده حقيقي، وحتى محمود متولي النهارده يعني فايلر قال ان الاصابه اقرب للايجاد، لكن انت شايف موضوع اصابات في الاهلي يعني حتى اللعيب اللي بيلعب في نص الملعب بيتصاب، يعني الناس عماله في نص الملعب بيحملوا وراهم على المستشفى. يعني هو في اصابات كتير قوي بتبقى يعني ملهاش علاقه لا بدكتور ولا اي حاجه. محمود متولي النهارده اتخبط في ركبته، فدي ملهاش علاقه بالدكتور. قفشه اتخبط في ركبته في ماتش بلاتينوم،
اليو ديانج في الملعب في ماتش بلاتينوم رجله لفت، بس هو يمكن جاهز. فاعتقد ان جزء كبير من الاصابات ملوش علاقه بموضوع الدكتور، لكن هو بيبقى ليه علاقه من وجهه نظري بموضوع التاهيل. يمكن دايما لعيبه الاهلي بترجع من الاصابه فتعوض قليل، نظرائهم في الفرق التانية. وفي نفس الوقت بيرجع بعديها بفتره وبيتصاب تاني. يمكن يعني اعتقد ان هو لازم يكون في تفكير في موضوع الجهاز الطبي، ايه النواقص اللي محتاجها الاهلي، ليه الاصابات بتاخد وقت طويل. حمدي فتحي هياخد 9 شهور، كريم نيدفيد من شهر ابريل مصاب لغايه دلوقتي مرجعش، رمضان صبحي يمكن مش هيرجع قبل 1 فبراير. فكل دي طبعا بتعمل نقص جامد في الفريق، طبعا بتعمل مشاكل لفايلر طبعا خصوصا ان بالتأكيد. هي بتبقى عناصر اساسيه، يعني مش مجرد بدائل او حاجه. احمد عواد بيسالنا، وقبل يعني بعد السؤال ده نتكلم شويه على حظوظ الاهلي في افريقيا، اتكلمنا حظوظ الزمالك في افريقيا، عايزين نتكلم على حظوظ الاهلي في افريقيا. احمد عواد بيسالنا رايكم في مستوى اوباما وبن شرقي افضل في مركز 10 الجناح. رايكم في مستوى اوباما وبن شرقي افضل في ال10 الجناح، رايك ايه في مستوى اوباما؟ اوباما من نوعيه اللعيبه، انا بيبقى عندي وجهه نظر كده، في لعيبه بتبقى عليها ترند مهما عمل، مهما هو الجمهور شايفه في حته معينه. انا شايف ان اوباما من اهم لعيبه الزمالك في السيزون الحالي، عامل ربط كويس جدا ما بين خط نص الملعب والهجوم، حتى في غياب فرجاني عن مستواه بشكل، يعني اكيد فرجاني مش بنفس المستوى اللي كان فيه في السنه اللي فاتت، اوباما بيصنع فرص كتير جدا للاعيبه الزمالك. رايك ايه في مستوى اوباما السنه دي؟ الجمهور بيركز عشان خاطر اوباما بيهدر فرص كتير، ما بيكونش عنده حسن تصرف كويس قوي قدام الجون، خصوصا في الانفرادات، الحاجات اللي هي انصاف الفرص اللي بيتقال ان هي بتحسم ماتشات. لكن هو طبعا بيبقى عامل نشاط كبير للزمالك، يمكن بيوصل اللعيبه بطريقه كويسه جدا للمرمى، بيقدر ان هو يصنع فرص كتير. هو محتاج ان هو يشتغل على نفسه في موضوع انهاء الهجمات، ازاي لما يجيله انفرادات يقدر يتصرف فيها، ازاي ان هو يزود موضوع صناعة الفرص. لكن هو لعيب اكيد ليه، يعني ليه تقله في الملعب، ويمكن لما بيخرج بيبان برضو ان هو الزمالك ناقصه حاجة. نفس المشكلة دي بتتواجه مع لعيبة كتير مش اوباما بس، ان هو طول ما هو موجود في الملعب بيكون فيه غضب من وجوده، اول ما بيخرج بيتقال له هو كان موجود كان زمانه صنع فرص. فهو محتاج شبه برضه موضوع كريم نيدفيد مع الاهلي شويه، يعني بالظبط نفس الفكره، الناس لما بتحط حد او لعيب في خانه معينه ما بتعرفش تخرجه منها غير بصعوبه كبيره جدا. هي بقى كلامك عن حظوظ الاهلي في افريقيا، بما اننا اتكلمنا عن حظوظ الزمالك في افريقيا، يعني الاهلي عنده مشكله في الصعود؟ عنده مشكلة على حسب النتائج التانية. يعني الأهلي لو هو بيفكر في الصعود بس، هو لازم يكسب ماتشين الجايين يتأهل، ملوش دعوة بأي نتيجة تانية، يتأهل متصدر كمان للمجموعة. تخوفات بقى من أداء الأهلي قدام بلاتينوم، أداء الأهلي قدام الهلال في القاهرة، الأهلي ماسك الكورة طول الماتش وبيلعب كويس جدا، في الآخر استقبل جون بيضعف ممكن جدا يضغط موقفه، موقف. ممكن يكون الجون ده سبب في خروج الأهلي. الأهلي يفوزوا على النجم طبعا ما فيهوش فصال، يعني هو لازم يكسب النجم الماتش الجاي. ممكن يصعد من دون ما يستنى الماتش الأخير لو بلاتينوم فجر مثلا مفاجأة وقدر هو وكسب الهلال في زيمبابوي، يبقى الأهلي صعد رسمي حسابيا وكل حاجة، ويبقى ماتشه مع الهلال عشان يشوف هيصعد أول ولا تاني. موقف الأهلي ممكن يتصعب لو الهلال كسب او اتعادل مع بلاتينوم، لا يمكن لو اتعادل مع بلاتينوم هيبقى الهلال ما قداموش غير ان هو يكسب الاهلي ويكون صعوده على حساب الاهلي، لان النجم حسابيا هيلعب بلاتينوم هيلعب اخر ماتش بلاتينوم في في تونس تونس، مباراة منتهية. بالظبط، فوز النجم فيها اللي قدر يكسب ذهاب. هل بقى الكلام سهل؟ هل الاهلي يقدر ان هو يحسم مباراة النجم هنا والهلال هناك؟ الاهلي يقدر لان هو يعني جودة اللعيبة يمكن أعلى من النجم والهلال في الفترة الحالية، النجم بيظهر ماتش كويس وماتش مش ثابت. يمكن النجم والهلال عندهم مشكلة كبيرة جدا في الدفاع، زي ما اتكلمنا عن مشكلة الدفاع الأهلي. النجم والهلال يمكن شوفنا الماتش اللي فات بينهم في السودان، كان هجمات هنا وهنا كتير جدا، و يمكن انفرادات بتظهر للعيبة من فراغ. الأهلي عليه إن هو يستغل الفرص دي ويتماسك دفاعيا، مع عودة ديانج والسولية موجود يقدر ان هو يخلي نص الملعب مقفول شوية، ما يبقاش اندفاع ناحية الهجوم، خصوصا في ماتش السودان مع الهلال. طيب احمد مصطفى بيسالنا رمضان راجع امتى، حسب تصريحات كابتن سيد الحفيظ من شويه ان المزق اللي في عضله رمضان
الخلفية هيلتئم يوم الحد ويقدر بعدها يدخل تأهيل، فممكن نقول إن قدامه من ممكن لو قلنا خلال أسبوعين يبقى موضوع واقعي، أو أسبوع أسبوع هو وشوية اول صغيرين يعني، هو اول ما اتصاب كان اللي اتقال ان هو هيرجع على قبل ماتش الهلال، اللي هو 1 فبراير. فلو هو ماشي بنفس البرنامج اعتقد ده الحق. وكان في يعني تقرير بتقول ان فايلر بيحاول يجهزه للنجم لو للنجم يلحق، التاني بس حاجة فاعتقد ان الموضوع يكون صعب على مشاركة ال اصابة. بالظبط. على العموم كانت ليلة حافلة في الدوري المصري، زي ما قلنا الزمالك كسب الجونة 2-0، والأهلي سحق طنطا 5-0 في ظهور كهربا الثاني يعني بقميص الأهلي محليا، وتسجيله الهدفين لأول مرة مع الأهلي هذا الموسم. أنا فادي أشرف وكان معي محمد سمير، شكرا يا محمد، شكرا لك. شكرا ليكم على المتابعة، وإن شاء الله نلقاكم في لايفات تانية من لايفات في الجول دوت كوم. شكرا ليكم وتصبحوا على خير.